رجعت لكم بعد الفاصل. كنت عملت رول البوفتيك المحشي مشروم ورز ابيض بالبشاميل، رشيت رشه جبن على الوش كده بعد ما سبتكم على طول وحطيته في الفرن، وهو خرج من الفرن دلوقتي هوريه لكم، بس بعد ما نعمل جنبه طبق صغير كده قلت حاجه تليق عليه تتقدميها جنبه. هعمل لكم صينيه بطاطس بالجبن بالبشاميل. البطاطس انا مقطعه بطاطس كده حلقات، يعني مش رفيعه قوي ومش تخينه قوي، ومديها كده ايه تقدري تقولي ربع سلقه علشان انا هكمل سواها في اللبن. اللبن اللي انا حطاه على النار دلوقتي حوالي نص كوبايه لبن، من حطاها بس من دقيقه. هنزل كده بالبطاطس هنا بيها عشان يكمل سواها، عقبال ما اقول لكم مقاديري. بقيت مقاديري هتكون ايه، خلي بس ايه كل حته من البطاطس تبقى طايله اللبن. تمام، بقيت مقاديري ايه، احنا قلنا بطاطس، عندي بقى جبن رومي، تشيدر، موتزاريلا، عندك نوعين بس اوكي، عندك نوع واحد مفيش اي مانع، بس المهم ان هي يكون عليها جبنه مبشوره. عندي جوز الطيب، ملح وفلفل طبعا، مقادير البشاميل دي وزبده ولبن وربع كوبايه كريمه لباني، طبعا ما ننساش نص كوبايه اللبن اللي بكمل سوى البطاطس فيها. هرش بقى رشه جوز الطيب كده هنا على البطاطس دي، ورشه ملح. انا حاطه ملح في سلق البطاطس فمش هزود هنا ملح، هخلي بس كده اللي هو ايه بطعمها مش اكتر. خليني اقلب بقى كل ده كده علشان كله يبقى تمام التمام. اوكي، نيجي بقى نشتغل في البشاميل اللي انا برضو مسخنه الحله بتاعته. هنعمل زي ما احنا متعودين دايما، اول حاجه الزبده، نقطه زيت بقى. تقدري تعملي طبق البطاطس ده على فكره على السحور يبقى حلو جدا، البطاطس بتبقى خفيفه في السحور مع طبق الفول الجميل بتاعنا فهيبقى حلو يعني. نقطه زيت بقى كده، نقدر نوطي على ده علشان قبل ما البشاميل يجهز تكون دي خدت سواها. انا بسوي البطاطس على ثلاث مراحل في الطبق ده، انا سلقتها شويه نزلتها في اللبن هنا حبه كمان، وهكمل سواها بقى بالبشاميل في الفرن. خلي بس دي كده يتحور مع الزبده والزيت. هاجي بقى اللبن بتاعي كده هنا، تمام، وكمان الكريمة. هتبل البشاميل بجوز الطيب والفلفل الأسود وذرة ملح، هقلب بس كده قبل ما الدقيق يكلكع ولا حاجة، كله هيبقى تمام كده لو سبناه بقى ايه يتقل وياخد فرصته. البطاطس مش محتاجة منها على النار اكتر من كده. انا هاجي هنا وبالشوكة دي كده وهنشل البطاطس من اللبن. البطاطس لما بتاخد من اللبن، احنا متعودين دايما لما بنيجي نعمل بطاطس بوريه لازم نحط لها كده بق لبن، سبحان الله، يعني البطاطس من الخضروات اللي لما بيجي معاها اللبن بتدوب اكتر وبتبقى لطيفه جدا يعني. خلاص كده اللبن دوت انا مش محتاجاه حاليا، رغم ان انا مستخسراه فممكن اضيفه على البشاميل مش هيقول اي حاجه،
بس خليني ايه بقى اوطي واقلب جامد عشان يرجع يندمج مع بقية المكونات. طيب والله كوباية اللبن جت في وقتها لان البشاميل كان هيبقى تقيل شوية لو ما حطيناش كوباية اللبن دي. رشت كده ايه من الجبن اللي احنا هنستخدمها مع البطاطس هنا على البشاميل، ارفع البشاميل من على النار. طيب احنا رصينا البطاطس كويس تقريبا، اوكي ادي بقى الجبن اللي احنا اتفقنا عليها. رصيها كده واستمتعي بطعمها والشدة اللي هتكون في الطبق ده هتعجبك جدا لان ميكس الجبن اساسا بيبقى خطير في اي حاجة. تمام كده انا مش محتاجة جبن اكتر من كده، كفاية يعني على حسب رغبتكم بقى لو عايزين تزودوا ولا حاجة، بس انا شايفة على كمية البطاطس اللي انا عاملاها كده تمام قوي. خلاص نيجي بقى بالبشاميل، ننزل كده. واو دي معلقتي بقى اللي افرد بيها الكلام ده، دي بتبقى خفيفة جدا جدا جدا. عايزاها تبقى اخف قوي بقى وتنفع للسحور ما تحطيش فيها جبنه رومي، لان بصراحه الجبنه الرومي على السحور صعبه جدا، لكن الشيدر ولا هتعطشك ولا حاجه، والموتزاريلا. لكن لو هتعمليها على السحور نصيحه مني ما تحطيش رومي خالص. هديها بقى كده على الوش بس عشان الوش يحمر، رشه خفيفه خالص من الجبنه برضو اللي نفسها نفس اللي انا استخدمته جوه هستخدمه على الوش. اوكي الكلام ده بقى محتاج يدخل الفرن لمدة تلت ساعة، تعالوا ندخله الفرن ونشوف هيبقى شكله ايه. وده كان شكل اطباقنا النهاردة، شكلهم يفتح النفس بصراحة. قدمت لك وجبة كاملة متكاملة، بروتين نشويات، كمان عملت لك طبق نشويات يبقى جنب الأكلة، اللحمة بقى مع الرز وقطعة البطاطس بالبشاميل هتبقى رهيبة إن شاء الله. جربي الوصفتين دول وأكيد هيعجبوكي جدا، واستنيني في وصفات كتير وبرنامج بشاميل. كل سنة وحضراتكم طيبين.